توجيهات من رئيس الجمهورية تواصل وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية في تقديم المواد الغذائية للشرائح الضعيفة، إذ استهدفت الوزارة اليوم النساء العاملات في مجال التنظيف ببلدية إنجمينة، وذلك بمباني البلدية. استم من خلال ذلك تقديم جوالات من الأرز بهدف رفع الحالة التضامنية التي فرضتها الظروف المناخية بالبلاد. ورحبت هينها عمدة بلدية إنجمينة باشيري فاطمة زارة دقة بهذه البادرة، داعية جميع المواطنين إلى انتهاج قيم التضامن نظرا للأوضاع الكارثية والصحية التي تمر بها البلاد، مشيدة بدور وزارة العمل الاجتماعي في الفترة الصعبة. من جانب آخر، فقد عبر الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية محمد عبد الكريم بقاري عن سعادته بنجاح عمليات توزيع الموارد الغذائية، مؤكدا أن هذا يدخل ضمن سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتضامن الوطني. بأوامر رئيس الجمهورية بدأنا عندنا تقريبا أسبوع كامل ولتقسيم على البيبر لكوس سوسيال على تركيا حقنا. دونك علمنا الطول على فان باليس، وده واجب لهم عشان هم نكونوا بقصهم في كادو على رئيس الجمهورية الأنفام ده. هذا وفي نهاية المناسبة قام الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي برفقة معاونيه بتسليم المواد الغذائية لعمدة بلدية إنجمينة ومنها إلى المستفيدين.